النهارده هنعمل رز بلبن بالفاكهه. هي ضربت في دماغي بصراحه، لقيت ان الفاكهه احنا في صيف وصلاه النبي احسن، الفاكهه كتير قوي والشجر رامي زي الفل، لان الفاكهه ارخص من الليمون. يعني انا رحت عند بتاع الفاكهه قلت له يا اخويا حط لي من كل حاجه نص، ظبطت طبق فاكهه بالظبط يعني يعمله بتاع 15 جنيه بمقام ربع كيلو ليمون. فقلت الفاكهه حلوه وملونه وجميله، واحنا دايما نقول الالوان عشان صحه العيال، فالنهارده هنحط الفاكهه في الرز ابو لبن. المقادير بقى عشان الاستاذ هاني دايما يقول للمقادير المقادير، يا اخي يا غاليه عمرها ما مشيت بالمقادير، ده انا طول عمري كده ماشيه بالبركه. لبن هتحطي كيلو لبن، لو عندك مثلا خمس ست عيال كده وعاوزه كمان تشحتي طبق للجيران يبقى حطي كيلو لبن. وهتحطي كوبايه رز بتكون حلوه كده، كوبايه بحنجله لا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي عشان الرز بينفش. والفاكهه بقى اللي تلاقيها في السوق وتيجي على كيفك حطي منها، ومعلقتين نشا، وممكن كمان تعمليه من غير نشا لو حبيتي، بس هو هياخد مننا وقت عشان ينزل النشا بتاعه، احنا عشان طبعا بنبقى مستعجلين شويه فهنحط له نشا، لكن انت ممكن تعمليه من غير نشا، تستني على الرز لما ينزل النشا بتاعه بس، مفيش حاجه اكتر من كده. هو ده الرز ابو لبن، لبن وكوبايه رز وحبه فانيليا والفاكهه اللي عينك تيجي عليها وشويه نشا وخلاص على كده، والسكر على حسب مزاجك، عاوزه تخليه حلو متوسط حلو قوي على حسب ما تحبي براحتك، مش هنقول لك كيف السكر. انا النهارده بقى جبت مشمش عشان المشمش بقى عمار يا مشمش، دايما المشمش روحه قصيره وما بيقعدش معانا كتير، يوم ما يطول قوي ونزغرط له بيقعد شهر ونص يعني او شهرين. فجبت مشمش وجبت خوخ سكري وجبت تفاح بلدي، بيبقى حلو قوي وجميل وطعمه حلو قوي ويفتح النفس. وبعدين المشمش بقى بيسموه حموي، سلامي لكل حبايبنا في سوريا. هنحط اللبن، انا النهارده فرحانه قوي 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 قوي، عارفين غالي النهارده فرحانه وبقها من الودن للود، المخرج حن عليا وجاب لي المشنه بتاعتي، كنت قهرانة عليها حطيتها لي على جنب، كل ما عاوز قرن فلفل اروح واجي ومش عارفه اعمل حاجه، في الاخر حطها لي اهي، فانا مبسوطه قوي. شكرا يا استاذ هاني كتر خيرك. هنعمل الرز، بس هو كمان اداني تصريح كتر خيره، قال لي يا غاليه لو الفرن يشتغل هنشيلها، قلت له خلاص لما اجي اعمل طواجن ولا اعمل حاجه هنشيلها، الفرن مش شغال هنحطها عشان انا بحب الالوان اللي فيها، كل حاجه من خير ربنا. ده بصوا عليها، انا شاهدت عليك الجمهور اهو، كل حاجة فيها حلوة، النعناع والفلفل الأحمر والأخضر والكوسة والجزر والبتنجان الأبيض والبتنجان الأسود، كل حاجة فيها تفتح النفس. عمار يا أرضنا. هنحط السكر، أهلا بيكي يا ست مشنة. السكر زي ما قلت لكم على حسب ما تحبي، يعني عاوزاه كتير قليل زي ما تحبي يعني. السكر ده انا ما بحكمش عليه، ولا السكر ولا الملح، وبمناسبه الملح كمان معانا حاجه يعني القليل برضو في السكر بيبقى حلو عشان نتعود ان احنا ما ناكلش لا ملح كتير ولا سكر كتير، الحاجه القليله كده بتبقى حلوه وجميله.